الآن راح نبتدي نستعرض الساعة عن قرب ونشوف أبرز التفاصيل والمميزات الخاصة فيها وهي تحت التلسكوب. طبعاً مبدئياً لازم أن احنا نعرف أن الساعة هذه جاية من شيزوكويتشي ستوديو، بمعنى أن هذه بيبي جراند سيكو جاية هذه الساعة وهي معمولة يدوي بشكل كامل، سواء اللي هو الكاليبر الموجودة أو سواء أرضية الميناء اللي معمولة بطريقة مانيوال ومعمولة بطريقة جميلة جداً. مثل ما احنا شايفين مع بعض الآن، احنا راح نشوف مع بعض الساعة عن قرب ونشوفها تحت التلسكوب. طبعا مبدئيا راح نبتدي نستعرض اللي هو طبعا الشعار اللي راح يكون بالأسفل بكلمة أوتوماتيك، فوقها راح يكون بروسبكس، وأيضا راح يكون عندنا تحت بالأسفل التاريخ مثل ما انتم شايفين. في تنسيق جدا جميل راح يكون موجود أيضا في أرضية الميناء معمول بطريقة جميلة. نطلع شوية راح نشوف عندنا طبعا حاجتين أساسية، اللي هو طبعا راح يكون اللي هو الثواني، وأيضا هذا بيكون على اليمين، وأيضا الهاندز الثانية راح تكون للدقائق. نجي أيضا للهاندز الأساسية اللي راح طبعا تكون معمولة بطريقة شارب أكثر وبطريقة مميزة مثل ما أنتم شايفين، معمولة بطريقة شارب جدا، شوف جماليتها بشكل رائع جدا. طبعا أيضا عندنا الهاندز الخاص بالجزء من الثاني راح يكون باللون الأصفر، الشعار مثل ما أنتم شايفين محفور بطريقة شارب وجميلة جدا. أيضا لو جينا مع بعض وشفنا الانديسيز، نشوف الانديسيس مع بعض، راح نلاقي ان في حواف الانديسيس راح تكون في اضاءه ليليه. الانديسيس نفسها معموله بطريقه مميزه، يعني احنا نحس انها معموله على الجد، وهذا هو الفكره وهذه هي الفائده، انك انت تاخذ اليوم ساعه من شيزوكويتشي ستوديو، يعني انت تاخذ ساعه جراند سيكو. لا ننسى ان الساعه هذه راح تكون اوتوماتيك وبنفس الوقت راح تكون كرونوغراف. طبعا مثل ما احنا شايفين ايضا الانديسيس من فوق نشوفها مع بعض، ساعه مميزه جدا. راح نشوف ايضا التاكيميتر معمول بطريقه مميزه بطريقه الثواني، ابتداء طبعا من الستين مثل ما احنا شايفين هنا الستين، وانتهاء طبعا بخمسة وخمسين مثل ما انتم شايفين. حتى ارضيه الميناء لو نلاحظ اللون الاسود اللي احنا شايفينه معمول بطريقه مانيوال وجميله جدا. خليني اوريكم مثل ما انتم شايفين، شيء مميز جدا، شيء مميز جدا مثل ما احنا شايفين مع بعض، حاجة مميزة جدا جدا. فعلا ساعة تستاهل انها تكون ساعة جاية من شيزوكويتشي ستوديو، ساعة جدا مميزة وجميلة بنفس الوقت، وايضا من اجمل الساعات اللي انت ممكن تقتنيها او تستخدمها او انك تهديها.